بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبداية نسأل الله أن يبارك في العريس، وأن يبارك في الزوجين، وأن يجمع بينهما في خير. فشكرا للطالب زكريا على هذه القراءة المؤثرة والمجودة. وآخر ما قرأه قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج قد نسميه شركة، ورأس مالها المودة والمحبة، وهي آية هذه الشركة، شركة الزواج، آية من آيات الله عز وجل، تدل على عظمة الله وقدرته. فالله عز وجل خلق هذا الكون، وخلق له هذا الإنسان وهو نحن، فجعل أول وخلق أول خلق هو آدم عليه السلام وهو أبونا، وجعل له زوجة، فقال له: اسكن أنت وزوجك الجنة. الزوج والزوجة فبهما وقع التناسل، ولذلك للحفاظ على هذا الإنسان وهذا النوع الإنسان، فالله عز وجل أمرنا أن نقيم هذه السنة حتى تستمر البشرية ويحافظ على هذا النوع البشري. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الزواج هو يكون للدنيا والآخرة، يكون للدنيا والجنة. فالإنسان حينما يتزوج من أجل هذه العلاقة، أن تكون في الدنيا على سبيل التأبيد والدوام، ثم في الجنة حينما ننتقل إلى الآخرة. الله عز وجل يدخلنا الجنة، فالزواج إذن يكون الهدف منه يكون التأبيد، ولذلك عندنا ما يسمى بالزواج الأبيض أو الزواج المؤقت، أو واحد يتزوج على حسب الأوراق مثلا، ولا شي هدف ولا شي منفعة، فهذا الزواج لا بركة فيه. وإنما أن يتزوج الإنسان بنية أنه يقيم هذه العلاقة الزوجية على سبيل التأبيد، وينشأ من خلالها الذرية والنسل. ثم في الجنة كذلك إن شاء الله، وأدخلنا الله الجنة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما معنى السكن؟ الإنسان في الدنيا يبحث عن قطعة أرض ويبني فوقها سكنا ليستقر فيه هو وأولاده، هذا معنى السكن، وهذا مادي حقيقي،
وهناك السكن المعنوي. ما معنى السكن المعنوي؟ وهو أن يشعر بالدفء، أن يشعر بالراحة، أن يشعر بالهناء وهو في بيته مع أسرته. لذا الله عز وجل لما خلق آدم قال أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، يعني النعيم. وهذه النعام لا تتم إلا عن طريق طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أي بين الزوج والزوجة. ومن خلالها تنشأ الأسرة وتكون الأسرة، يعني بالزوج والزوجة، وتتمدد العلاقات وتتوسع. لذلك تجد أسرة موسعة من عدد كبير من الأفراد. سببه الزواج، سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء اثنان. الآن مش حال عنده من ذرية سيدنا آدم، مش حال عنده من ولد. الآن اللي حيين أحياء، تعرفوا العدد النسمة، استاد الملاير، وهستاد الملاير كلهم أولاد سيدنا آدم، أولاد أمنا حواء. وهذه العلاقة لا تستمر في الدنيا ولا تدوم، لا بد من الانتقال. وكلنا سنلتقي مع أبينا آدم وأمنا حواء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى، أول ما وجد وسلم عليه في سماء الدنيا آدم عليه السلام، سلم عليه. وآدم عليه السلام وجده إذا نظر عن يمينه نسمة من أولاده، نظر عن يمينه ابتسم وضحك، وإذا نظر عن شماله حزين وبكى. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن السبب، فقال أولئك الذين هم عن يمينه ذريته من المؤمنين، على أنه من أهل الجنة. والذين هم عن شماله ذريته من الكفار، فيبكي ويحزن. لأن الإنسان وخا يكون عنده المال ولا الجاه ولا المناصب، إذا كان عنده ولد مفلسين فلا قيمة لهذا المال ولا قيمة لهذا الجاه ولا قيمة لهذه المناصب ولا هذا المنصب. واحد إذا كان فقير الحال، فقير لا يملك شيئا من مال الدنيا، ولكن ولاده صالحين فهي السعادة وهي الراحة وهي الحياة الحقيقية. يكون عندك أولاد صالحين يطيعون الله ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيعونك، كذلك الزوجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل من امرأة صالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. كذلك الأولاد الصالح. فالذي ينفعك يوم القيامة الزوجة الصالحة والذرية الصالحة. مش عم واحد مات والأجر يتضاعف له، شحال من واحد مات انقطع أجره وثوابه. علاش؟ الأول ترك أولاد صالح يدعون له ويستغفرون له ويعملون عملا صالحا ويقولون ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. مش حال من واحد مات كيتعذب ولاده أو لا أجر
يلحقوه بعد موته. ولذلك إذا صليت الأب في القبر يفرح، الأم تفرح، إذا صدقت الوالدان يفرحان، إذا صمت الوالدان يفرحان، إذا حجيت الوالدان يفرحان، إذا قرأت القرآن الوالدان يفرحان. أما إلى ما كنش تعبد الله وتطيع الله كيحزنوا. ولذلك الله عز وجل يقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. قالوا المؤمنون داخلين في حتى الوالدين إذا كانوا صالحين. يعني احنا رحنا في الدنيا الوالدان لما يموتوا كيكونوا في واحد عالم آخر، ولكن عندهم علاقة وهناك من يخبرهم، كاين الملائكة، عندنا ملائكة الصباح وملائكة المساء، كينزلوا في الصباح وكينزلوا في العصر ويخبران الله عز وجل وهو أعلم بكل عمل يقوم به العباد في كل قرية في كل حي في كل مدينة. إذن الزواج هو طاعة لله عز وجل وتطبيق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول متزوج وقال من رغب عن سنتي فليس مني. جاء واحد المجموعة من الصحابة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا يسولوه يسألونه ولم يجدوه، سولوا الأزواج ديالو قالوا شنو كيعمل النبي صلى الله عليه وسلم، شنو هي العبادات اللي كيعبدها؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم العبادات اللي معروفة ومعلومة. فكأنهم تقالوها، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحنا خصنا نعملوا أكثر. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره قال أما أنا فأقوم لي وأرقد، لأن حرموا على أنفسهم أشياء هؤلاء. أنا ما نعش، واحد قال له أنا ما ناكلش اللحم، الآخر قال له أنا لا أتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أقوم وأرقد، في رواية أصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من متاع الدنيا حبب إليكم من دنياكم الطيب. شكون اللي يحفظ الحديث؟ اللي يحفظ الحديث نعطيه الجائزة. الطيب زيد النساء وجعلت قرة عيني في صلاة. الله يجزكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين.